خلف انهيار طابقين من عمارة في شارع طرابلس بحسن دي بالعاصمة خلف ضحيتين، حيث تم انتشال سيدة في حالة حرجة نقلت على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا، فيما تم إنقاذ طفلة صغيرة من تحت الأنقاض. وفور وقوع الحادث تناقلت مصالح الحماية المدنية والسلطات المحلية إلى عين المكان لمعاينة الأضرار والتكفل بالضحايا. التدخل تاعنا كان على الساعه 12 و19 دقيقه عن طريق الوحدات الحمايه المدنيه في الجزائر، مدعمه بالوحده الوطنيه للتدريب والتدخل بالوحدات المختصه السينو التقنيه والوحدات البحث والانقاذ تحت الردوم. تم اخراج جثه امراه في حاله حرجه جدا، تم تحويلها بسرعه الى مستشفى باشا تحت العمل بالانعاش والدلك الاصطناعي من طرف عوان واطباء الحمايه المدنيه. فيما يخص هذه العماره راح ندخل انطلاقا من غدوه بالمقاوله بالسي تي سي باش نقيموها الخطر اللي كاين فيها ونفسي لكل العمارات المجاوره. بربي ان شاء الله. شوف انا نقول لكم، شوف راه انت شوف ثقوا فينا، يعني هذا التزام، التزام امام ربي وامامكم اللي بلا حين ندخلوا فيه بسرعه.